السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجزء رقم 12 من تعليم رسم منظر طبيعي. آخر حاجة عملناها في الجزء رقم 11 كنا بنعمل تأثير شمس في أماكن معينة. بنكمل هنا اهو، بننزل برضو بالفاتح بتاع الإضاءة أو بتاع الشمس في الجزء اللي على اليمين، بعد كده بنغمق أجزاء معينة. تمام، بنغمق الجزء الصغير ده اللي هو الأرج من تحت. احنا قلنا ان عندنا أرجين، ده أول أرج اهو، ده بقى الجزء التاني بتاعه من تحت، هيبان أكتر لما نيجي نعمل الفواصل بتاعته. نطلع بالغامق برضو لفوق كده عشان عندنا الجزئية اللي فوق دي كلها غامقة، يعني ده الجزء التاني من الحجر. يعني شايف قالب الحجر الكبير ده، في منه جزئين، جزء تحت وجزء في الوش. ده بقى الجزء اللي تحت. هنا بنعمل فواصل باللون الأسود برضو. الجزء اللي أنا شغال فيه ده فيه جزئين، ولكن الجزء التاني هنجيبه بعد ما نخلص الجزء اللي فوق ده. هنا بنعزل اهو الجزء اللي بره عن الجزء اللي جوه كده، وضحت معانا اهي. بنقسم الجزء اللي فوق ده بالتقسيمة اللي احنا كنا عاملينها ساعة ما كنا بنشكل الحجر. ممكن برضو اغير في التقسيمة او في الشكل، مفيش مشكلة. نبدأ بقى نجيب الفواصل اهو. الفواصل هي اللي هتظهر معانا شكل الحجر ده كده، بدأ يظهر اهو. حتى في الفاتح برضو لازم نجيب الفواصل عشان نبين ان الفاتح جزء من الشكل مش معزول لوحده. ده الأرج التاني، الفاتح ده الأرج التاني البعيد. نقسم برضو الجزء اللي على الشمال بالحجارة بشكل الحجارة بتاعته، والجزء اللي على اليمين. بنغمق تحت المبنى ده او تحت الحجر. طبعا الخط الغامق ده الفاصل ما بين الارج اللي جوه والارج اللي بره، عشان يبان ان الارج اللي بره الارج اللي جوه مظلل عليه. برضو هنا بنفتح اجزاء معينة عشان نعمل تأثير الشمس في الارج من تحت. اي حاجة بتعملها طبعا هتبوظ الفواصل، فبالتالي بتخلص وبتعدل على الفواصل، بتصلح الفواصل تاني. احنا غمقنا الجزء ده من فوق اهو بالكامل، الفواصل طبعا تاهت مننا، ولكن هنبدأ نجيبها تاني ان شاء الله عشان لسعة الشمس عندي من الشمال. فهبتدي احط فاتح في الجزئيات دي. طبعا لينكات الاجزاء اللي فاتت هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف تحت الفيديو، والجزء اللي جاي، الجزء اللي جاي هو الجزء الاخير، اول ما هيكون متاح على اليوتيوب هتلاقي برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو. اتمنى لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وشير، وتتاكد انك مشترك في القناه، وتكتب لي رايك في التعليقات. واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.